تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه برقية تهنية من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفع فيها إلى مقام جلالته الكريم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز بالمستوى المشرف الذي وصلت اليه قوه دفاع البحرين من الكفاءه والجاهزيه للقيام بدورها الوطني في حمايه المكتسبات والمنجزات الوطنيه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم ورعايه جلالته الكريمه